ما في، أصدقاء ما في، حتى أقرباء ما كان في وما زال. أيه وابتديت قصة هون فعلياً، قصة جديدة يعني أورينتاليستيك اسمه. فطلعت أنا ما كنت بعرف يعني، قريت أورينتاليستيك إنه استشراق صار عندك هيك، تمام. حبيت إني فوت، فتحت الباب، فتت لجوا، لقيت تراب الوطن غالي من أبي وجدان، نفدي بدم القلب ونرفع رايات وجدان. شغل الخشب ابتدى من قصة ما لها علاقة بالخشب. كيف ابتدى؟ تفضل. ابتدى انه انا كنت، انا والدي مهندس طاقة بديلة. انت مالك شخص عادي، انت معمل. والحمد لله هون بلشت انا باول تصاميمي كانت. طبعا هون موجودة بالمحل بعض التصاميم. بنفس القعدة حبت تعرفني، طلعت انه صديقتها هي المسؤول، هي صاحبة المعرض يعني، هي اللي بترسم. حلو. هاي الصديقة هي جاية من فرنسا. التقيت. تمام. نصها اسبانية ونصها فرنسية، وانا صديقتي اسبانية. بمكان هلأ صار اسمه سوق السوريين بالحي 16 اللي بفيينا، من كتر المحلات السورية فتحت. تمام. بالإضافة لكريب، وافل، سموزيز وهيك شغلات بسيطة. نوعت فيه هذا المكان. تمام. ما فيني أقول لك أنه ما أهملت دراستي، أهملتها ولكن ما تخليت عنه. كان بالنسبة لي شيء كثير أساسي بحياتي، عجب الناس، كانوا كثير مبسوطين الحمد لله. لولا اللوكداون طبعا وقفنا كذا مرة، ما قدرنا نستمر دائما. بس في أن نقول أنه don't give up، ما حنوقف إن شاء الله. بعدين قلبت المعجنات لقهوة لا كافيين. عرفت انه الي كيف كانت تماماً. بداية فطاير فلورا، بعدين فلورا رجعت انه قلت لا، بقلبها المجال اللي انا ابدعت فيه، اللي انا صارت الزباين تجي لعندي. طبعا هذا الشيء انا كثير بفتخر فيه، حاولت اشتغل عليها لانه شغله جديده. برافو. وشغله ابدا، انت في عندك دائما لشخص، لاي شخص انت عندك حاجز بينه وبين الناس، وانا رجعت نفذته بدون مساعده بدون كذا، طورته شوي. تماما. هو لوح شمسي 100 كيلومتر بالساعه تقريبا، السرعه القويه. وهي كانت القصه انه نحن نقدر نربط الديركسيون تبع الكمبيوتر مع بعض الحساسات طبعا عليها للسياره، هلا مو موجودين. جديدة من قصة نجاح مع الشاب الوسيم وسام، وأنا وسام انتظرونا بحلقة جديدة مع نور الدين قريبا إن شاء الله.